ادي اول صوره مؤلمه انك تلاقي واحد بيهدي جايب معول وبيهدي في مؤسسه عسكريه، في مؤسسه حكوميه، في مستشفى، في ملعب كوره، في كورنيش، في طريق، في ملعب، كل دي جايب معول وبتهدم في البلد. ها؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. كل اللي بيفسد في اي مكان، كل اللي مش شايف شغله في اي مكان، ما ده افساد. فوت علينا بكره يا سيد، من المكتب ده للمكتب ده للمكتب ده للمكتب ده، وفي الاخر خالص لا الوقت راح خلاص قفلنا، بكره ان شاء الله تيجي بدري شويه. حصلت وبتحصل مع الناس كلها. ما ده مفسد في الارض، ما ده مفسد وبيتعامل ضد الدوله، ما هو ده عاوز الناس كلها تقوم ضد دولتك. ده بذره فاسده في المكان، يجب على المراقب ان هو يشيله من على وش الارض. ما هو كده كلنا بنعاني من دي. اوعى واحد يقول انا ما بعانيش، والله مهما وصلت لاي سلطه، بتدخل اي مكان مش في شغلك انت بتشوف المر في ايه. لحد النهارده بنشوف المر. فالافساد في المصالح العامه دي يجب الاخذ على اليد.